وتعالوا نشوف التوست بتاعنا هنشتغل فيه ازاي. خلي بالكم احنا متفقين ان الحلقه فيها شغل كتير، لكن مش هنشوف اطباق بقى ونشوف كبسه ونشوف مقلوبه ونشوف لا شيخ المحشي ولا الجو ده، احنا بنعمل حاجات لطيفه كده وفيها افكار يعني عشان نبقوا عارفين ايه المضمون بتاع الحلقه وايه النتيجه بتاعتها والانتاج بتاعها. المافن بتاعنا هيتقطع بعد ما يبرد. انا عايز اعمل دلوقتي شرايح التوست بالتفاح، ممكن اعمل بالشوكولاته عادي. هي نفسها اهي، من دي مش مكتوبه في المقرر عندك يا استاذه رحاب، هتقولي لي مقاديرها فين، هي طلعت معايا كده اهو، دي شريحه توست عاديه اهي زي الفل. باخد الشوكولاته كده واحطها فيها احلى فطار ده مع كوبايه الشاي، مش لازم اجيب باكو بسكويت بالشوكولاته واحط دي فوقيها كده زي الفل، وبالسكينه هقطعها حاجه خفيفه وسهله اهي. حط هنا فكره تاني، معانا برضو شرايح من التوست اهي، ومعانا تفاح. التفاح ده يا عم الشيف اتجاب واتسلق في محلول حمضي اللي هو عصير الليمون مع ميه، ممكن تحط عليه قرفه او ما تحطيش، بس انا بصراحه مش عايز احط قرفه، الاولاد ما لهمش ميول على القرفه قوي يعني، لو جوزك هياكل منها حط له قرفه، ده معانا وده معانا خلي بالك. ناخد كده، القرفه مفيده للقلب وبتنشط الدوره الدمويه. ادي التفاح بتاعنا بحطه هنا كده. نيجي بقى للتكلفه، التفاح من درج التلاجة تفاحتين كانوا عندي، قطعتهم شرايح بالشكل ده كده وسلقتهم في المحلول الحمضي، وبعدين سبتهم اهرسهم بقى احطهم سلام زي ما كده مفيش مشكله وجبت الكيس التوست كده خدت منه شويه وعملت ده احلى فطار ده الصبح بقى سريع هاخد الشريحه دي كده زي ما هي ايه الصوره ايه ده ايه التفاصيل دي احطها كده واضغط عليها بايدي كده اقطعها بالسكينه نصين او اخليها سليمه اختياري بس لازم السكينه تنزل مره واحده ما احنا كده شفناها موجوده شرايح التوست بالتفاح في اللانش بوكس كل الاوردر كل المنيو بتاعنا النهارده في اللانش بوكس ده حلو ناخد واحده كمان تاني انا عايز بعد ما الحلقه تخلص نجيب ورقه وقلم كده ونقول احنا استفدنا ايه، المافن اللي الشيف المغازى عمله، والمقادير بتاعه شرايح التوست بالتفاح على الشاشه، تفاح اخضر واحمر او اي نوع منهم مفيش مشكله، حطيناه محلول حمضي عصير ليمون وسلقناه وسكر وفانيليا، وهناخده كده بالشكل ده كده مع شرايح التوست بالشكل ده كده واقفلها زي الفل بالسكينه واقطعها نصين. حلو لطيفه والله دي ما احلى فطار السكريات اللي موجوده في التفاح، بس انا عايز اقول لك على حاجه، انا حطيت سكر على التفاح، انت ما تحطش سكر يعني مش لازم. طب ده اتملى بقى نحط فيه ايه تاني؟ زي الفل. على فكره بقى اطفال كتير بيحبوا الحاجات دي في اللانش بوكس، الفلفل ده الالوان تقطع بالشكل ده كده بنجيب خياره بنقطعها له بنحطها له هنا مفيش اي مشكله، ونقفل ده نخليه زي ما هو وخليه بس في حاجه اختراع هنا، الشوكه والمعلاه. ايه ده كان فين ده على ايامنا يا شفيق حلو زي الفل. في حاجات احسن من كده على فكره، وده كلام فاضي يعني ب 50 جنيه في حاجات باسعارها عاليه، بس ده حاجه حلوه يعني عجبتني بصراحه. جيب الالوان اللي اولادك بيحبوه مفيش اي مشكله، كل طفل طبعا له ميول للون، جيبها له عادي حطها كده. تعمل ازاي دي يا ام شهد؟ مش عارف انا المعلقه دي. المهم ده يتحط كده ويتقدم يتاخد مع الطفل او لابنك او بنوتك الحلوه، وتبقى حاجه سهله وبسيطه. عجبني قوي الموز الرولز بعجينه الكريب جواه الشوكولا، لو لاحظت هنا الموز مش هيسود خالص لان هو متغلف شوكولا، والتوست بتاعنا فيه منه التفاح وفيه منه طبعا بالشوكولا، والفلفله الملونه دي لطيفه فيتامين سي، واخده في العلبه بتاعته زي الفل. انا مش هقفله، انا هخليه مفتوح كده.